سبحان الله كنا قاعدين هون جايبين فطور وجايين على بيتنا بدنا نفطر، قام ضربت الطيارة نزل ما لقينا غير الصاروخ وضرب البناية اللي احنا ساكنين فيها. الحمد لله رب العالمين، إصابات ما في الحمد لله، والحمد لله قدر الله وما شاء أفعل، فضل من الله. شوفت عيني دمرت الأبنية ودمرت الحمد لله، بس إصابات الحمد لله من فضل الله ما في شيء، ولحد الآن يعني ما بنعرف لأنه الدفاع المدني اشتغل شغله والطبيات اشتغلت شغلها، والحمد لله ما بنعرف إذا في شيء ولا لا. الحمد لله. ما نرجع لكن بس استنى الغرفة